السلام عليكم. موضوعنا لهذا اليوم هو حساب التردد الطبيعي باستخدام قانون نيوتن الثاني للنظام الموضح بالشكل الآتي. النظام اللي عندي هو يتكون من قرص أو سلندر يتدحرج على الأرض، وطبعاً هناك نابض يتصل بمركز السلندر. قيمة الاستفنس للنابض مقدارها K، والنابض أيضاً يرتبط بجدار من الجهة الأخرى. الحل يتطلب مني إيجاد باستخدام قانون نيوتن الثاني، راح يتطلب مني إيجاد العزوم حول نقطة معينة. أنا راح أختار العزوم حول نقطة A. حول نقطة A تفيدني هذه النقطة أنه أتخلص من قوة القوة العمودية وقوة الاحتكاك اللي هي النورمال والفريكشن فورس عند هذه النقطة، فأني أخذ العزم حولها حتى أتخلص من هذه القوة. طيب، كفري بودي دايجرام، ما هي القوة المؤثرة على السلندر؟ اللي راح يأثر عليه هو قوة النابض. طالما أن المركز يتحرك من هذه النقطة إلى نقطة A إلى نقطة B بهذا الاتجاه السلندر يتحرك، فإذا قوة النابض راح يحاول أن يعيق الحركة بقوة مقدارها الK في شنو؟ في الإكس، والإكس هنا هي شنو؟ الإزاحة الانتقالية أو الإزاحة الخطية للسنتر. فراح تكون مجموع العزوم يساوي مجموع العزوم حول الأي يساوي عزم القصور الذاتي حول الأي في التعجيل الزاوي. طيب، هنا عندي شغلة، أنه العزم القصور الذاتي حول الأي شلون أعرفه؟ طالما الدوران حول الأي، طالما العزم حول الأي، فأني أحتاج عزم القصور الذاتي حول الأي. بالنسبة لي أنا أعرف فقط العزم حول O، لكن حول A ما أعرفه للديسك. حول O IO تساوي نصف MR سكوير، لكن حول A شو تساوي؟ حول A شو تساوي؟ هنا أستفيد من نظرية نقل المحاور المتوازية، واللي تقول انه انت اذا تعرف العزم حول محور معين فبسهولة ان تعرف العزم القصور الذاتي حول محور اخر يوازي المحور اللي انت تعرف العزم القصور الذاتي حوله. فانا طالما اعرف عزم القصور الذاتي حول O، فالاي اي سهلة، هي تساوي الاي او طبقا لنظرية المحاور المتوازية، هي تساوي الاي او زائد شنو؟ زائد الكتلة في مربع المسافة من A إلى O اللي هي مقدارها شنو؟ R، في مربع المسافة بين المحورين اللي هي مقدارها R، هذه هي الـ IA. فأنا معادلتي مجموع العزوم حول A يساوي عزم القصور الذاتي حول A، طالما العزم حول A فإذا يساوي عزم القصور الذاتي حول A في التعجيل الزاوي. بالنتيجة فالعزم حول أي شيء يساوي هو الكي اكس عزمها حول أي شنو؟ في R. ألاحظ أنه ايش تحاول؟ طيب احنا الدوران ده يدور بهالاتجاه، فإذا الكي اكس في ذراعها تدور عكس الاتجاه، عكس اتجاه الحركة أو عكس اتجاه الدوران، فتكون إشارتها سالبة. ماينس كي اكس في ذراعها اللي هو R تساوي الاي اي شيء يساوي هو الاي او زائد الكتلة في مربع نصف القطر في الثيتا دبل دوت. بالنتيجة راح يكون ماينس كي اكس ار تساوي نصف اي او، انا اعرفها هي نصف ام ار سكوير زائدا ام ار سكوير في الثيتا دبل دوت. ولكن هناش عندي احداثي اكس واحداثي ثيتا، فيفترض بي انه احولها بدلالة احداثي واحد، لانه النظام يفترض انه سنجل ديجري اوف فريدم. فما هي علاقة اكس ثيتا؟ هذه اثبتها عندي، انه دائما لقرص او سلندر يتدحرج الحركة السنتر، حركة الخطية للسنتر مو غير نقطة، الحركة الخطية للسنتر اللي هي اكس ماذا تساوي؟ شنو علاقتها بالحركة الدورانية للسلندر يتدحرج؟ السلندر يتدحرج انه المركز، حركة المركز اكس، الحركة الانتقالية للمركز اكس تساوي نصف القطر في الإزاحة الزاوية. هذه أثبتها عندي. فإذا بتعويض X تساوي
ار ثيتا هنا فراح يكون عندي كي ار تربيع ثيتا تساوي النصف ام ار سكوير زائد ام ار سكوير هي 1.5 يعني 3 على 2 ام ار سكوير ثيتا دبل دوت. الار تربيع عامل مشترك الغي فراح يكون عندي 3 على 2 ام ثيتا دبل دوت زائد كي ثيتا تساوي الصفر. هذه هي اللي راح تكون هي راح تكون عندي معادلة الحركة بالنتيجة الناتشرال فريكوانسي يساوي تحت الجذر. تحت الجذر ماذا؟ معامل الإزاحة على معامل التعجيل وراح يكون 2 كي على 3 ام وبالتأكيد الوحدات هي راديان بير سكند. شكرا جزيلا.